أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب، عليك تتعرف على مكانة المسجد الأقصى ويبين معاني مفردات التركيب الواردة في الدرس. المسجد الأقصى المبارك. للمسجد الأقصى المبارك مكانة عظيمة في الإسلام، لذا استمر المسلمون برعايته والاهتمام به منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، وقد نالت المملكة الأردنية الهاشمية شرف الوصاية عليه والدفاع عنه وحمايته والمحافظة عليه. مظاهر اهتمام المسلمين بالقدس. للقدس مكانة عظيمة من الناحية الدينية، فقد اختار الله تعالى لتكون موطنا لكثير من الأنبياء، فتعاهدوها بالحفظ والعناية إلى أن جاء الفتح الإسلامي فتولى المسلمون اهتمام بها ورعايتها، من ذلك الفتح العمري. كان الفتح العمري لبيت المقدس حين دخلها الخليفة عمر بن الخطاب سلما بعد أن كانت تحت حكم الرومان، وقد أعطى سيدنا عمر لأهلها الأمان بوثيقته التي عرفت بالعهد العمرية. وبعد تسلم سيدنا عمر مفاتيح مدينة القدس باتفاق مع بطريرك الروم صفر وينوس، كلف بعض الصحابة الذين قدموا معه الإقامة في بيت المقدس، ومنهم الصحابي الجليل عبادة بن الصامت. أما العهد الأموي اعتنى الخلفاء الأمويين بمدينة القدس، إذ بنى الخليفة عبد الله بن مروان المسجد المرواني، ثم بدأ ببناء المسجد القبلي فوقه، لكنه توفي قبل تماما، فأكمل ابنه الوليد بن عبد الله بناء المسجد القبلي، ثم بنى بعد ذلك مسجد قبة الصخرة المشرفة. وفي العهد الأموي أيضا بنيت عدد من القصور الملاصقة لجدار المسجد الأقصى المبارك. التحرير الأيوبي. بعد تحرير صلاح الدين الأيوبي المسجد الأقصى من الفرنجة، عادت المسجد الحياة العلمية والدينية بعد انقطاع دام 88 سنة إثر الاحتلال الفرنجي الذي حول المسجد إلى أسطبل للخيل. بعد اقتتل عدد كبير من أهل القدس، وعاد المسلمون إلى شد الرحال إليه لزيارتها والصلاة فيها من جهة، وطلب العلم والتدريس والدفاع عنه من جهة أخرى. المسجد الأقصى المبارك يقع جنوب شرق القدس، وهو محاط بسور شبه مستطيل، ويشتمل المسجد الأقصى على المسجد القبلي والمسجد المرواني ومسجد قبة الصخرة والساحات وكل ما يحيط بها السور، وهو مكان عبادة خاصة للمسلمين فقط لا يشرك فيها غيرهم، وقد أطلق عليها هذا الاسم في القرآن الكريم، ويعد وقفا إسلاميا بكل مبانيه وأسواره وساحاته وكل ما تحته وفوقه. أما مكانة المسجد الأقصى فلها مكانة عظيمة في الإسلام، ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية، وتتمثل هذه المكانة الكبيرة في أنه ثاني مسجد وضع على الأرض بعد البيت الحرام، مسرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أحد أقدس ثلاثة مساجد في الإسلام تشد إليها الرحال للعبادة، وأيضا قبلة المسلمين الأولى التي صلى نحوها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد الهجرة. قبل الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة، فعن البراء قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفنا نحو الكعبة. مضاعفة أجر الصلاة فيها. وهناك أيضا عناية المملكة الأردنية الهاشمية بالمسجد الأقصى، وهو الدفاع عن المسجد الأقصى والوصاية الهاشمية عن المسجد. من أنواع الوقف الاختيار عزيزي الطالب، إذا وقف القارئ على كلمة قرآنية تم المعنى عنها، ولا تتعلق بمبان بعدها لا في اللفظ ولا في المعنى. التعلق اللفظي أن يتعلق الكلام المتقدم بالكلام المتأخر من حيث الإعراب، كأن يكون صفة له أو حالا منه أو معطوفا عليه. التعلق المعنوي أن يتعلق الكلام المتقدم بالكلام المتأخر من جهة المعنى، كعدم تمام المعنى الحديث عن صفات المؤمنين مثلا، أو عدم تمام القصة وغيره. مفهوم الوقف التام هو الوقف على كلمة تم المعنى عنها، ولا تتعلق بما بعدها لا في اللفظ ولا في المعنى. حالات الوقف عزيز الطالب، عليك أن توقف بينها وبين سبب الوقف التام عند الوقف عند قراءة الآيات الكريمة. الوقف التام حكمة الجواز، فيحسن الوقف على الكلمات التي تم المعنى عندها، ويحسن الابتداء بعدها. شاكرة أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاون.